نعم ثورة، أول آلة كتوضع في إفريقيا لاستأنينة إفريقيا الجنوبية. هاد الآلة هذه هي حظ بالنسبة للمغاربة باش يستافدوا من هاد العلاج اللي كانوا كيمشيو لأوروبا والدول أخرى. هاد الآلة كتمكن بأن المريض المغربي يستافد من جراحات معقدة ودقيقة بآلات اللي كتحسن النجاعة ديال الجراح. فلهذا اليوم هذا يوم كبير اللي غادي يمكننا باش نعموا هذه الجراحه ونسهلوها ونردوها، نجعلوا واحد الديمقراطيه في الولوج لها، لان درسنا حتى الكلفه الماليه ديالها وجعلناها تكون في متناول المريض المغربي كيف ما كان المستوى الاجتماعي ديالو. الجانب القانوني خصك تعرف بان ما يمكنش تبيع شي اله اللي ما كانتش مرخصه قانونيا، هذا من البديهيات. يعني جميع الالات اللي كتسوق في المغرب هي الات اللي مرخصه بصفه من وزاره الصحه. واحد النهار غادي نقول لهم يجيو يهضروا معكم. كانت رده فعل جميله، لان اولا استفدوا من العلاج اللي كانوا كيحلموا به باش يمشيو على برا يديروه، داروه في بلادهم مع وليداتهم ودوزوا 24 ساعه في المصحة وخرجوا مشاو يشريوا الحوليد العيد. هذه البدايه، حنا اليوم كندرسوا شنو هو الكلفه اللي غادي تكون مناسبه. التغطيه الصحيه هي كتعيش واحد التحول اللي فيه اولويات. حنا عندنا مازال اولويات اخرى، القلب، السرطانات المتقدمه، ولكن الجراحه بالروبوت هي تنقول برستيج بالنسبه للمغرب، تحدي بالنسبه للمغرب. فروق كبيرة ما بين الجراحة التقليدية وجراحة الروبوتيك. الفرق الأول إنه الجراح عنده منظار يكبر له المنطقة اللي يعمل بها لعشر مرات، فهيك بيرى تفاصيل المنطقة الجراحية أكبر بكثير من الجراحة العادية، وبالتالي بيقدر إنه يحافظ على الأعصاب والأوعية الدموية بشكل أفضل من الجراحات الأخرى، فبالتالي المريض ما يفقد دم كما الجراحات التقليدية. هذه أول شيء. ثاني شيء، الأدوات في الروبو عندها إمكانية بالمفاصل إنها تتحرك حركات ما تقدر يد البشر تتحركها، يعني عندها حرية في الحركة. مثلا الأدوات تتحرك تلف 360 درجة، الإيد الإنسان ما تستطيع تلفها، فهذه بتعطيه حرية في الحركة وحرية في خلال العملية. الشيء الثالث إنه المنظار بيوصل إلى مناطق ضيقة، لما يكون في منطقة ضيقة الجراح ما يقدر يشوفها، على سبيل المثال في الحوض وبالذات الحوض للرجل يكون ضيق، فما نقدر نشوفه إحنا بالعين المجردة بشكل واضح، فنقدر نشوفه بالمنظار. الشيء الرابع أنه أفضل من السليوسكوبي، من المنظار الطبيعي، لأنه الجراح بيتحكم بالسكوب، يعني هو بيقرب السكوب، بيحرك السكوب كما يحب في المنطقة اللي هو يحبها، والنظرة بالسكوب مستقرة، ما فيها أي حركة بفضل إيد البشر، فهذه بتفضل على ذلك. وبالروبو عنده أربع أيادي، يعني هو الإنسان عنده إيدين، فهو الروبو يعطيك إثنين إضافي، يعني أنت بتقدر تشتغل بأربع إيدين، يد تستخدم فيها السكوب وثلاث أيادي الأدوات، فأنت بتقدر تتنقل ما بين الثلاث أيادي، فهذا بيعطيك حرية في أنك تتعامل مع المريض بدقة أكبر.